قطعة الغيار هذه بلغة أهل الاختصاص قطعة ثمينة لخصائصها التصنيعية التكنولوجية الدقيقة والمعادن الخام التي تسقل منها. هذه وقطع غيار أخرى تستعمل في التوربينات الغازية لإنتاج طاقة الكهرباء تصنع محليا هنا في وحدة الصيانة وصناعة قطع الغيار بالمسيلة. أولا القطعة جينا قطعة خام من عند شريك جنرال إلكتريك، الشركة الأمريكي. كي جينا هنا نقوم تفوت على مكتب دراسات أولا اللي يقوم باستخراج لي بلون، من بعد تجي لنا هنايا نفوتوا على برنامج تصنيع. أولا نفوت على آلات خماسية الأبعاد، قوموا بعملية تفريز وتصنيع تاع القطع هادو، ومن بعد نعاودوا نرجعوهم مراقبة مرة ثانية، مراقبة نهائية، ومن بعد نتحققوا من القياسات باللي راها مطلوبة وكلش، قوم بعملية تجميع. شراكة تعد ناجحة بنقل التكنولوجيا والمهارة المهنية ومربحة للطرفين الجزائري والأمريكي. هذا الإنجاز يعتبر ويمثل مدى ثقة الشركة الأمريكية جنرال إلكتريك في المواهب المهنية والتقنية للكفاءات والمهندسين الجزائريين الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة. الكفاءة تاعنا كاملهم خريجين جامعات جزائرية والمعاهد التكوين الجزائرية، والمعرفة العلمية عندنا طورت الى حد ما انها 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 تقارن بالمعرفة المهنية للدول الأجنبية. الشركة توجهت الى التصدير، وهذه الشحنة هي الثانية لها موجهة نحو دولة هولندا. احنا اليوم رانا فخورين ورانا مسرورين جدا اننا قدرنا نصنعوا قطع الغيار التوربينات الغازية اللي هي في السابق كنا نستوردوها بأثمان غالية. هذا طبعا يدخل في إطار سياسة دعم الاندماج الوطني الصناعي، وكذلك تقليل من الاستيراد، وبل التوصل إلى تصدير وتنويع مصادر العملة الصعبة للخزينة العمومية. كل ذلك يعكس المهارة المهنية لكفاءات هذه المؤسسة الوطنية وجودة المنتوج المطلوب في السوق الدولية.